كيتشب مانيس هي صلصة صويا حلوة شائعة استخدامها في المطبخ الأندونيسي ذات اللون داكن وسميكه القوام تعطي نكهة الدبس بسبب إضافة سكر النخيل إلى المحتويات كيتشب بمعنى صوص أو صلصة مانيس معنى حلو هي في النكهة أفضل وألذ من صويا صوص الحلوة الصينية التي تأتي حلاوتها من سكر الكراميل بدلا من سكر النخيل يتم استخدامها كبهار لإضفاء نكهة الأمامي الحلو في الأطباق الأكثر شعبية كطبق الساتي ناسي غورين مين غورين أطباق ستيل فراي أو تستخدم كصوص دريسين كما في صلصة جادو جادو عند اعداده في المنزل يمكنك اثراء صوص كتشب مانيس بالتوابل كما سنرى في هذه الحلقة لاعداد صوص كتشب مانيس احتاج الى صوص صويا سادة اي بدون نكهة معتدل الملوحة واذا توفر قليل الملوحة فهذا افضل حتى يسهل تحويله الى صوص كتشب مانيس كما احتاج الى سكر النخيل قرص أو قرصين لكل كوب من صويا صوص معتدل الملوحة توابل وبهارات تستار أنيس أو اليانسون قرفة قرنفل في قدر صوص بان أضع مقدار كوب من صويا صوص معتدل الملوحة مع قرص من السكر النخيل وأفضل تقطيعه حتى يسهل ذوبانه سريعاً لأن سكر النخيل سكر طبيعي مكرمل يستغرق وقتاً للذوبان أضع معها توابل التبهير كالقرنفل سر أنيس قرفة أضع قدر الصوص على نار متوسطة الحرارة وأقلب حتى يذوب سكر النخيل تماما ويغلي المزيج انتظر حتى يتكثف قوام الصلصة وأتذوق الطعم إن احتاج إلى المزيد من السكر أقوم بإضافته في حال وجدت الصوص المستخدم ما زال مالح يمكنك اضافه المزيد من قرص سكر النخيل كما فعلت أضفت ملعقة طعام من دقيق التابيوكا المذاب في الماء لأحصل على قوام مناسب للصوص دريسنج لأن كيتشب مانيس قابل للتصلب أو التجمد نتيجة وجود سكر النخيل من مكوناته في حال عدم توفر دقيق التابيوكا يمكن استبعاده لكن لا داعي لإضافة النشا لأن قوام الصوص سميك بفعل وجود سكر النخي كما أن دقيق التبيوكا يعطي القوام المناسب للصوص دريسينج حتى يسهل انزلاق الصوص من قارورة التعبئة بكل سهولة أصبح الصوص سميك القوام ومنزلق احتفظ بباقي الصوص في علبة زجاجية خارج الثلاجة عند الاستعمال المتكرر لكن في حال ندرة الاستعمال فالأفضل احتفاظه في الثلاجة في قائمة هوم ميد ستجد المزيد من الصوصات ومعجين الطبخ في المطبخ التايلندي. أدخل إلى القناة واطلع على المزيد من الوصفات.